السلام عليكم، اسمي مؤمن محمد الحسيني، طالب في كلية التربية الرياضية جامعة اسكندرية، عندي 22 سنة. بداية معرفتي باللعبة كان عندي إعلان في الكلية عن الدورة التدريبية في البيسبول، ما كنتش أعرف الأول يعني إيه، بس حبيت أشارك يعني وأخد معلومة جديدة في رياضة جديدة. دخلت وعرفت يعني بيسبول يعني سوفت بول، عرفت الفرق ما بينهم، اتعلمت طريقة اللعب ازاي، فهمت الملعب بتاعي، عرفت مكون من ايه، ايه الادوات اللي بستخدمها الاخ. بعد منها بدأنا نتدرب، كان بيدربنا كابتن رجب المصري وكابتن احمد يوسف، اللي من حبهم في اللعبة وطريقة تعاملهم معانا كان بيخلينا احنا كلاعبين نحب اللعبة ونتعلق بيها اكتر بس. وبدأنا ان احنا ننزلوا ماتشات ودية، مهرجانات، عشان خاطر ننشر اللعبة في اكتر من محافظة. بعد كده جت الدورة التانية اللي اخدتها، كانت دورة دولية اتعملت هنا في القاهرة، ادينا الدورة مدربين يابانيين. خلفية عن اللعبة اتوسعت أكتر، عرفت معلومات أكتر عن اللعبة، عرفت بعد كده إن في حاجة اسمها 5 في 5، وعرفت الفرق ما بينها وما بين البيسبول. حبيت الاتنين وحبيت ألعب سواء البيسبول أو 5 في 5. من حبي في اللعبة كنت بسافر القاهرة كل أسبوع إن أنا أتمرن، ما كنتش بكتفي بالتمرين هنا في اسكندرية بس، كنت بطلع كمان القاهرة أتمرن وكنت برجع في نفس اليوم. على قد ما الموضوع كان صعب بس كنت بحس بمتعة كبيرة جدا في اللي كنت بعمله. بدأنا بعد كده نشاركه في بطولات زي بطولة التنمية والسلام الأولى والتانية. الأولى كانت في القاهرة، خدت فيها أحسن حكم الحمد لله في 2019، والتانية لعبناها في الإسماعيلية، وأخدت أنا وفريقي الحمد لله هنا في اسكندرية الفريق المثالي الأول. أتمنى أني أوصل لحاجة كبيرة في اللعبة دي وأحقق إنجازات كمان أكبر من كده، وأتمنى بعد ما أخذنا الإشارة الدولي إن اللعبة تنتشر في مصر الفترة اللي جاية دي بصورة أكبر. شكرا.